هتكلم في موضوع من موضوعات ايضا اللي احنا ايه بقى لنا فتره بنشتغل عليها، بس الوقت قدام واقع، قدام تقرير صدر. فاكرين حضراتكم لما طلع سيد وزير الدوله الاعلام استاذ اسامه هيكل طلع في المجلس وقال بيان امام مجلس النواب، كل البيانات حلها السيد رئيس المجلس سياده المستشار دكتور راجل محترم حنفي جبالي الى اللجان المختصه، فاحال بيان وزير الدولة الإعلام للجنة الإعلام المختصة برئاسة الدكتورة درية شرف الدين. واللجنة طبعا قعدت بقالها أسبوعين دلوقتي بتدرس وتمحص وتفحص وتتابع وتشوف البيانات اللي قالها الوزير، ما هو عشان تعمل تقرير وتقول التقرير ده إيجابي أو سلبي، هذا التقرير احنا بنؤيده أو بنرفضه. طبعا في مفاجآت في التقرير مش عايز أقول لحضراتكم، اوعى بقى تكلمني عن اي تاني، عايز حضرتك تركز معايا لحد ما اخلص، لحد ايه ما اخلص عشان اقول لك المفاجآت اللي موجوده، اللي هي تقريبا 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 يعني ما خرجتش عن الكلام اللي قلناه على الهوا تقريبا، بس يمكن فيها اضافات وفيها تفاصيل اكتر هنقولها لحضراتكم، لانه زي ما بقول لحضراتكم ما عندناش مشاكل مع حد. احنا لما ننتقد عمل اي مسؤول ايا كان المسؤول بننتقد عمله، لا ننتقد اشخاص على الاطلاق، اشخاص بتمنى حبايبنا واخواتنا ويعني وزملائنا وكده، ما عندناش مشاكل مع اشخاص، عندنا مشكله مع المكان مع المنصب. فايه بقى قالت ايه اللجنه؟ لجنه بعد طبعا لجنه الاعلام والثقافه سيد مستشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تحيه طيبه وبعد اتشرف ان اقدم لسيادتكم رفق هذا تقرير لجنه الاعلام والثقافه والاثار بشان ما ورد ببيان السيد الاستاذ وزير الدوله الاعلام والذي القاه امام المجلس عن موقف كذا كذا، رئيس اللجنه الدكتوره دريه شرف الدين. اللجنه بقى خلينا نشوف بعض الحاجات. طبعا هم بيتكلموا على الوزير، الوزير اتولى المنصب في 22 ديسمبر 2019، والوزارة بعد كده خطة 2018-22 الوزارة عملت من خلال محورين، هو إنشاء كيان الوزارة استغرق شهورا طويلة، والثاني تمثل في رؤية الوزارة في العمل ودمجها في خطة عمل الحكومة. أكد الوزير على أن هناك تحديات واجهت الوزارة، استقلالية كل من المجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما يعني أن طبيعة العمل السابقة في وزارة الإعلام تختلف اختلافا جذريا عما سيكون متبعا في وزارة الدولة للإعلام بعد إنشائها. أن الإعلام منذ عام 11 وحتى 19 مر بظروف صعبة شغلته عن ملاحقة التطور الدولي في وسائل الإعلام والاتصال الدولية، ظهور منصات إعلامية غير حاصلة على أي نوع من أنواع التراخيص المصرية تستغل القمر الصناعي الفرنسي، ظهور عدد من القنوات الفضائية تعتمد مش عارف تبث خارج إطار القانون على سرقة المحتوى الإعلامي والدراما السينمائي، أن الإعلام يعد محليا ولم يعد يلتزم بحدود الدولة ولم يعد المنع فيه ممكنا، وهو ما يعني بالضرورة تطوير الإعلام بصورة دائمة ومستمرة تجعله قادرا على المنافسة. ده اللجنة بتستعرض اللي قدمه الوزير، أنه قام بعرض الأمر على السيد الرئيس متضمنا الوضع للإعلام في مصر وما يعانيه من مشكلات، من أهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام اللي هو اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا تعاني من ديون بلغت حوالي 40 مليار أو يزيد، أن الهيئة الوطنية للصحافة تصدر نحو 50,000 إصدارا صحفيا تبلغ ديونها حوالي 22 مليار جنيه أو يزيد، كما عرض سيادته على السيد رئيس الجمهورية الخطة المقترحة لعمل الوزارة وتضمنت 5 أهداف، 5 أهداف قدام حضراتكم أهو: الحفاظ على منظومة القيم، تنمية الشخصية المصرية، إبراز جهود الدولة في المشروعات، تقوية الإعلام المصري محليا وإقليميا ودوليا، ترسيخ وعي المواطن بأحكام الدستور. أكد سيادته أنه بناء على هذه الأهداف تحددت اختصاصات الوزارة في 27 يناير 2020 بقرار رئيس مجلس الوزراء. اقتراح السياسة الإعلامية للدولة، التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة لتنفيذ السياسة الإعلامية، تمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية، إعداد خطة كتير 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 كتير. نروح لكل كلام مهم، نشوف بس إيه تعقيب وزير الدولة للإعلام على مؤثير الملاحظات. فيما يخص الملاحظات بأداء الوزارة، طيب الخلاصة ايه؟ الخلاصة الخلاصة
أكد أنه سيتقدم من خلال الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض النصوص القانونية قوانين المجلس والهيئتين كي يتلائم مع الوضع الإعلامي الجديد ويمكنه من تفعيل صلاحياته الوزارية بشكل أكثر. فيما يخص الملاحظات التي أثير بشأن الشركة المصرية لمدينة التأجيل الإعلامي فيما يتعلق بضئالة أرباح الشركة ومقارنة أكد أرباح حققت أرباحا بلغت 105 مليون جنيه هذا العام. طيب متكلم في تفاصيل كتير. رأي اللجنة وتوصياتها هو ده الكلام. خلينا ايه هو ده الكلام، هو ايه الكلام اللجنة بتقول ايه بقى؟ ركزوا بقى في اللي جاي ده، اللي جاي ده مهم جدا 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 جدا. بعد ان اطلعت اللجنة على ما ورد ببيان السيد استاذ وزير الدولة الاعلام والملاحظات التي اثيرت فيما يتعلق بأداء وزير الدولة الاعلام، واحد أن الجمع بين منصبي وزير الدولة الإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحددة بشركات وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون كذا كذا التي تنص على أن ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين إيه؟ بين المنصبين. يعني هنا أول مخالفة، ده مخالفة دستورية مش مخالفة قانون بس، ده حتى الدستور هناك مخالفة. الجمع اللي اتكلمنا عليها إحنا وغيرنا اتكلم عليها إنه ليه يبقى اتنين، وصحيح هي البلد ما فيهاش ناس، يعني مسألة بقت خلاص كل واحد ياخد منصبين وثلاثة وعشرة، ما هو كفاية واحد ينجح في واحد وربنا يكرمه نجمع له اتنين مع بعض، يكرمه نجمع له ثلاثة، يكرمه نجمع له أربعة. طب ما الأول نجرب في واحد، يعني نجرب في حاجة، نجحت أهلا وسهلا، ما نجحتش خلاص، واللي ما ينجحش ما مع السلامة. البلد فيها 100 مليون وعندنا عقول محترمة والله، لسه بكلمكم عندنا نوابغ والله. فهنا أول مخالفة. رقم اتنين، خلوا بالكم ده تقرير اللجنة مش كلامي انا، تقرير اللجنة النواب السادة النواب لجنة الاعلام قعدت ودرست بيان الوزير، ان وزير الدولة الاعلام او الوزارة حملت ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 شهور، منها 8.5 مليون اصول، ورغم ذلك لم تحقق اهدافها. طب طالما ما حققتش اهدافها مخلينها ليه؟ سوء ما هو ده يعني من بيان ده، ليه اخلي وزارة الدولة الاعلام إذا هي لم تحقق أهدافها؟ ما خلاص ال 12 مليون دول كنا عملنا بيهم كمبيات في الصعيد، والله كنا عملنا بيهم بيوت 12 مليون يا سيدي، كنت عملت بيهم يعني بيتين ثلاثة أربع خمس بيوت 12 مليون جنيه على الأقل. الناس كانت يعني تدعو، وزي ما بتدعو دائما يعني الدعاء، كنا عملنا لهم فرش وظبطنا لهم بيوتهم ووصلنا كم لمبه ووصلنا كم عمود كهرباء، والدكتور شاكر ممكن يعمل الخصم فنوصل كم حاجه كويسه بال 12 مليون دول، والله نفيد بيهم قرى في الصعيد او بحري او سينا، كنا عمرنا بيهم بيوت لاهالينا تعمر بس البلد بتدفع فلوس كتير قوي، بس على سبيل المثال يعني ندعم بيهم ناس يبقوا مفيدين على الاقل. اذا احنا بنقول لم تؤدي اي اهداف، طب وايه بقى لزومها ايه؟ ما نقفل. بالاضافه الى ان التشابكات بين دوره بين ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها. ده بيقولوا كده وهو بصراحة صح، أشهد أنا أهو شاهد، يعني هنا بتكلم أنا بقول أهو أضر ولم يفيد. التقرير قال وأنا بأكد على التقرير اللي قاله ليه؟ هقول لك دلوقتي، ركز معايا وهقول لحضرتك. أن هناك اصطداما، يا نهار أبيض وصلنا للصدام زي اللي توبيسين اللي ضربوا النهارده بعض على طريق ترقة إسماعيلية كده، أن هناك اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصال. الله العظيم ده اللي كاتب البيان ده راجل جامد جدا، أه والله العظيم عجبني ان هناك اصطداما، ده بيتكلم عليه التقرير، اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصاما بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين
والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، اللي أنا لسه بقول لحضرتكم عامل أضرب الدولة إيه في اللي عمله سيد وزير الدولة للإعلام. أهو جت بند أهو رقم 3 وعمل. طيب عايز أقول لحضراتكم هنا بيأكدوا أهو، أنا هاخد من البند 3 علاقة وزير دولة الإعلام مع الإعلام أخبارها إيه؟ صفر. مع الصحافة إيه؟ 3 أصفار. مع الهيئات الثلاثة 17 صفر جنب بعض. أنا بكلمك، أنا عارف، أنا بكلم حضرتك. الراجل مسؤول عن الإعلام خلافه مع كل اللي أنا بقول لحضرتك. طب وبعدين؟ وبعدين؟ وأما بعد؟ ما هي الخطوة التالية؟ إغلاق وزارة الإعلام. قال لك ما هو التقرير قال لك ملهاش أي، ما لا تؤدي أي شيء، فلوس وخلاص. طب وإحنا عندنا يعني فلوس ننفقها وخلاص في حاجة لا تؤدي؟ خلاص متشكرين. أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، كان على الوزير وضعها، إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع. يعني أن الخطة الدولة محتاجة كذا كذا، وأن الديون اللي على الهيئات، أصل الناس دول خدوا الديون دي من الستينات، يعني في ديون والله من الستينات وأنا بحلف لكم بالله، والسبعينات والثمانينات، يعني مش الناس اللي عملوا الديون، ديون بقى لها سنوات طويلة. هتعمل إيه طيب؟ يعني لما تيجي ملف الإعلام وزير جاي عنده في في مشاكل، ما اقولش مفيش مشاكل، الاعلام فلوس، عايز اعلام ادفع اصرف، الاعلام مش هيطلع لك وخلاص، اصرف على الاعلام. في بلد انتوا عارفين النظام القطري بيصرف كام في السنه؟ 5 مليار دولار، 5 مليار دولار، مش بيصرف 5 مليار جنيه، 5 مليار دولار انفاق، عايز فلوس اعلام، ورغم كده لا يحقق اهدافه الخمسة مليار دولار ولا حاجه، ولا يؤثروا في اي شيء ولا اثروا في حد، ومهما ينفق ادي دول 10 مرات ولن يؤثر. لكن بقول لك انت هنا عايز اعلام، بكلمك بشكل عام، عايز فلوس، عايز انفاق، تطوير كل شويه، تغير طريق، تغير كذا، تعمل ايه، هو الاعلام كده. فهنا الـ الديون اللي موجوده على الهيئات كان دور وزير الاعلام، وزير الدوله للاعلام اول ما جه، يبقى ده ملف ليه، وملف اخر الاعلام، ملف يقعد مع الناس يتكلم هنعمل ايه يا جماعه، خطه ايه، لانه واحد لوحده يا جماعه ما مش ممكن يشتغل واحد لوحده، وواحد لوحده ايا كان الواحد انه. طيب من يومين، يوم الاحد، وسياده الرئيس لما راح الهجانه مش كان قادر ياخد قرار ويعمل؟ طب ايه بقى هنا؟ التشاور، المشاركه، المشاركة، كل يسمع كل الآراء الناس عشان لما ناخد قرار مع بعض. طب حصل ده في الإعلام؟ لم يحدث. أو لما أجي النهارده أعمل حاجة، ما لازم تقعد مع الناس، رئيس الوزراء، أما قرارات قبل كده وحاجات، مجموعة رحنا مع رئيس الوزراء بنها أليوبية عشان دولة داخلة على كذا، نشوف، وغيره وغيره، تعمل لقاءات هنا وهنا والناس تقعد مهم. اذا انت متخاصم مع الناس اللي بتتكلم مع الراي العام، وبعدين مين هيتكلم مع الراي العام؟ حضرتك حك وزير، وزير دوله للاعلام، لو لازم يكون علاقتك كلها مع الناس كلها كويسه، مفيش خصوم مع حد، محدش هيشيلك من على المنصب ويروح ياخد مكانك، يعني مفيش حاجه اسمها كده، انه كل الناس بره بعيد بعيد بعيد، اصل ليه؟ كلنا مع بعض زي ما بنقول كده، مركب واحده، بلدنا، محدش عنده حاجه غير بلد ومصلحه البلد، محدش عنده مصالح اخرى غير مصر. ليه يبقى الحاله اللي وصفها هنا الانفصام، انفصام اللي حصل ما بين الاعلام والصحفيين والمؤسسات الاعلاميه والاعلاميين مع وزير دوله الاعلام؟ ليه الانفصام ده؟ مين السبب؟ الوزير مش احنا، بالمناسبه مش احنا، احنا الوزير اول ما جه يعني قلنا الراجل جاي وهيعمل وهيعمل، وكنا نتمنى وساعدناه، ساعدناه والله، انا واحد من الناس اللي عملوا كده، لان احنا مش ضد حد، الدولة لما بتختار حد بنديله فرصة واثنين واربعة الى ان يثبت العكس، لانه في الاخر جبنا
احنا كل انا واحد من الناس اللي كان بيطالب بعوده منصب وزاره الاعلام، واهو ونتكلم على الموضوع ده ليه كنا محتاجين. بس لما حصل كانت النتيجه سلبيه بصراحه، واللي قالها التقرير بصراحه تقرير اللجنه. ادي غياب التنسيق، خلي بالكم اللي جاي رقم 5، غياب التنسيق بين وزير الدولة الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام. طيب تعمل إيه بقى حضرتك؟ إذا أنت النهاردة لا تنسق مع الجهات الإعلامية المعنية بالهيئة الوطنية للصحافة المسؤولة عن الصحف القومية، والإعلام المسؤولة عن الصحافة المسؤولة عن التلفزيون المصري، إذا ما عنديش تنسيق، أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي هو مسؤول عن كل المواقع والصحف الخاصة وغيره والقنوات الخاصة وغيره. إذا أنت ما عندكش تنسيق مع دول، طب هتعمل تطوير إزاي؟ هتعمل ماسبيرو، عايزين ماسبيرو تطوير، طب نعملها إزاي وأنت أصلاً لا تنسق مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؟ طب عايز نطور مؤسسة صحفية قومية، وأنت أصلاً لا تنسق مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، للصحافة، آسف، للصحافة. هنعمله إزاي؟ ما أنت أهو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة معين بقرار جمهوري، الهيئة الوطنية للإعلام معين بقرار جمهوري، المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام معين بقرار جمهوري. ودول بالمناسبه دول مكانهم اقوى من وزير الدوله للاعلام. اختصاصاتهم اقوى من وزير الدوله للاعلام، ليه؟ اختصاصات الدستور. محدده دستوريا، ما حدش يقدر ينتزعها منهم. لما اجي اعمل اي حاجه لازم اقعد. يا استاذ عبد الصادق الشرباجي عايزين نتكلم على ملف الصحافه، اهلا وسهلا. نتكلم. يا استاذ كرم جبر عايزين نشوف الموقف هنا. يا استاذ حسين زين عايزين نتكلم ماسبيرو، نقعد مع الناس ونتكلم. حد هيروح داخل كده انا هعمل من ورا الباب اللي هو دي دوله، دي دوله وفيها مؤسسات ودي ناس مستقله، كل واحد فيهم مستقل. تفعيل قطاع الانتاج، علاج مشكله التفاوت في الاجور بالمحطات الخاصه، وتطوير شبكات الاذاعات المحليه والقنوات الاقليميه، وضع خطه تطوير مؤسسات صحفيه وخاصه الصحف الورقيه. هو ده الكلام، هو ده الكلام. انه بالرغم من وجود وزير دوله للاعلام وجهاز معاون له، الا انه خلوا بالكم اللي جاي، خلوا بالكم اللي جاي، الا انه لم يجد حلا في مواجهه القنوات الاعلاميه المعاديه زي كذا وكذا التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري، وعدم وضع خطه لتوعيه المواطن المصري بخطوره ما تبثه هذه القنوات. طيب هل هناك، طب خلينا نكمل وبعدين اقول لكم. ان هناك قصورا اعلاميا في ابراز انجازات الدوله المصريه التي تحققت على ارض الواقع. تصريح الوزير ان تفوق الاعلام على الاعلام اثناء مفاوضات سد ان الاعلام تصريح وزير دوله الاعلام ان تفوق للاعلام الاثيوبي على الاعلام المصري اثناء مفاوضات سد اثيوبيا في امريكا الولايات المتحده مما يعد تقصيرا في الاداء من جانب الوزاره والوزير يتعين مساءلته عليه سياسيا. يعني هنا عايزين يحاسبوه كمان على التصريح اللي قاله ده، لان هو تقصير من عند مين؟ من عند الوزير. الوزير ما عملش شغله اللي هنا البيان بيقول كده، فلازم يتحاسب سياسيا على النقطه دي كمان، على تصريحه اللي قاله. يعني هو قال تصريح فيحاسب عليه، ليه هو قال ده؟ طب انت عملت ايه في مواجهه هذا؟ هل اتكلمت مثلا معانا؟ انا بقول لك لا. هل نسقت معانا؟ اللي احنا بنعمله بنعمل لوحدنا، لا بننسق مع حد ولا بنتكلم مع حد. وده دور، واديتكم امثله قبل كده. اما كانت دوله تتعرض لخطر تتلاقي الوزير الفلاني، واديتكم امثله قبل كده، والله العظيم. الوزير انس الفقي حي يرزق، ربنا يديله الصحه، على سبيل المثال يعني من غير ما اتكلم على اسماء اخرى. يقعد مع الناس كل واحد لوحده، وبيدي اهميه لكل واحد لوحده. في ملف فلان كذا، خد الملف ده ولو انت مقتنع بيه، بكلمك 2000 وقبل 2011. الملف ده عجبك بتتكلم، ما عجبكش خلاص مالكش علاقة. أنت مقتنع ولا مش مقتنع؟ أفكار بتواجه أعداء مصر، ما إحنا بنواجههم ونفضل بنواجههم طول الوقت. لكن بكلمك على سؤال ما قبل 2011.
انه الاهتمام بالاعلام، الرساله الاعلاميه، ان وزير الاعلام ما بيتكبرش على الناس، بيكلم الناس، بيقعد مع الناس. انا بكلمكم على حصل معايا وحصل مع زملائي، وقتها كنت في القاهره اليوم، وطبعا في الاهرام وما زلت في الاهرام، وكان بيحصل ده على ده وده. تنسيق، تنسيق مش تعمل، لا، قضية قومية، قضية وطنية. عندنا إرهاب، هنواجه إزاي الكلام ده؟ عندنا خونة، هنواجههم إزاي؟ كده تنسيق. عندنا ملفات دولية، وعندك حملات دولية، الإعلام المصري بيشتغل إزاي؟ لانه في الاخر هو عضو في الحكومه، فبيحضر اجتماعات مجلس الوزراء، بيحضر اجتماعات مع رئيس الجمهوريه، بيحضر اجتماعات مجلس امن قومي، الاجهزه والمؤسسات والتقارير اللي بره واللي جوه، وبتصب عنده كل المعلومات بتاعه البلد، وبالتالي هو عنده الرؤيه مش عند الاعلاميين والصحفيين، هي عند وزير الاعلام. وبالتالي يبقى لما يقدم رساله وصوره للاعلام يقدمها بالطريقه الصحيحه، انما يجي يقول لك ما عملوش. طب ما عملوش، اللي هو ذنب مين؟ هو انا عضو في الحكومه؟ هو انا عضو في اعضاء في حاجه؟ طب ما المعلومات عند حضرتك، تطلع انت اللي ترد، وانت تتكلم، وانت اللي تتكلم مع الاعلام. ده دور مين؟ وزير الدوله الاعلام. عملوا ما عملوش. غياب دور وزير الدوله الاعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومواجهه الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات. غياب هنا واضح البيان، بيان لجنة الثقافة والإعلام زي ما أقول جاب من الآخر، يعني أنه الوزير لم يقم بأي شيء. غياب، ما فيش رؤية، يحاسب سياسيا كذا، حاجات صعبة جدا جدا والله. التباطؤ، يا خبر أبيض، كمان وصلنا للتباطؤ، من البطء طبعا، بطء تباطؤ، التباطؤ في توفير مخطط للارتقاء بالمتحدثين الاعلاميين بوزارات وعددهم 35 متحدثا. تباطؤ كمان، عدم قيام وزير الدوله الاعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصري والرقابه على المحتوى الاعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينه الانتاج الاعلامي. بطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منع انتشارها، زي مثلا اللي من شوية لما تداولوا حاجات مزورة وبدأت بيها الحلقة. بنعمل دور من جوانا، لا اتكلمنا مع والمستشار نادر دخل معانا أكد اللي احنا قلناه في الأول. ده دور مين؟ وزير الدولة الإعلام كان أول حد يروح رادد يقول لك الكلام ده غلط، ومجلس الوزراء ما حصلش فيه النهاردة، كان لازم هو اللي يطلع بيان وهو اللي يرد، وما يسيبش لحد ما انا اطلع اتكلم وارد، او غير يطلع يتكلم بعدين ويرد على طول. ما هي الشائعه تعمل سيبها ولا اخليها تنتشر؟ لازم في المهد. ده دور وزير دوله الاعلام. وزير دوله الاعلام محتاج حد يقول له اعمل ولا ما تعملش، ده هو اللي يبادر، هو اللي يبادر، مش محتاج حد يقول له. لما لقى خبر زي ما احنا شفنا، ايه الحكايه دي؟ ولازم نتأكد ايه اللي غلط الكلام، ايه الكلام الفارغ ده. فكان على طول وزير يجي له وثائق بسرعة، بدل ما يحطها على الصفحة بتاعته يطلع بيان ويبعته. يعني لو بعت وزير دولة الإعلام بيان نفي كذا، مش هننشره؟ ليه؟ هننشره على طول، مفيش أي مشكلة، مفيش تصادم، في مصلحة، مصلحة بلد، بسرعة مصلحة بلد. هنا كله بيقول لك ايه؟ بطء كذا، اهو التباطؤ والبطء ورا بعض. ان وزير دولة الاعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول اعلام الدولة المصرية وشكك في وطنيته، مما دفع القنوات المعادية الى استغلال هذه التصريحات التي تناولها الوزير، واللي احنا يعني عملنا عليها في ذلك الوقت، اللي هو ما كانش ينفع لا من وزير ولا من غير وزير. إعلام المصري إعلام بيساند بلده، كفاية كفاية الخونة اللي هم بيهاجموه ليل ونهار، ساعات الليل والنهار،
يبقى ما يجيش كمان وزير في الحكومه يتكلم على الاعلام المصري، ولو ليه كلام يبقى مع الناس زي ما احنا اتكلمنا او ممكن نتكلم، ممكن تنتقد ما تنتقد، لكن انت وزير دوله للاعلام الكلمه محسوبه. يقول لك ايه لسانك ايه، هي دي كده خدوها دي لسانك، فنخلي بالنا. ما هي الكلمة هي طلقة، ما هو احنا بنتكلم على الهوا، اي كلمة ما هي خلاص طلعت، هتقول له النبي طلعت. عجز يعني تباطؤ وبطء وعجز. عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي. ايه ده؟ ليه الكلام ده؟ طب والله العظيم انا لو وزير اقسم بالله العظيم ما اقعد في مكتبي. طب والله لو انا مكان اسامه هيك، لو انا بحلف بالله على الهوا، لو الكلام ده وانا المسؤول والله استاذن. انا اسف يا جماعه، بعتذر، سلام عليكم. طب ايه تاني؟ ايه تاني؟ انا بتكلم بجد مش بهزر على فكره، والله بتكلم بجد. ده انا من اول سطر. واتحاسب وانا اهو بتقدم باستقالتي، سلام عليكم وحاسبوني ودافع عن نفسي. يعني بعد كل ده، بعد كل ده اصل دي اللجنه اللي تحاسب الوزير. عجز وزير الدوله، خلوا بالكم يا جماعه. يوسف ما تحاول تجيب لي التقرير كده ولا صعب؟ عايز اصل في جمل كده وعبارات محدده مهمه قوي، حاجه زي التباطؤ كده، حاجه زي البطء، حاجه زي العجز. انه عجز وزير الدوله الاعلام عن قيامه بالهدف الاساسي الذي عين من اجله. يا سلام. وهو وضع استراتيجيه قويه لمواجهه الاعلام المعادي للدوله المصريه. هنا بيقولوا له انت لم تفعل اي شيء. يعني دي الكلمة المهذبة بتاعتي، إنما التقرير قال لك عجز. لم يتمكن وزير الدولة الإعلام من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليمياً، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام. اللي بعده. فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة إنتاج الإعلامي، أن نشاط الشركة المصرية لمدينة إنتاج الإعلامي في غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأس مالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية. وكذا قيام وزير دولة الإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة اللي هو سيادته إلى 20,000 جنيه وراتبه إلى ده رقم صحيح 100,000 ولا هم ده 100,000 مش كده؟ وراتبه إلى 100,000 جنيه. أنا بحاول بس أركز يا جماعة. هنا 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 بيقولوا إيه التقرير؟ بالمناسبة اتقال معانا على الهواء الكلام ده يومها، السادة النواب اللي دخلوا معانا اتكلموا في الأرقام دي. يبقى هنا يعني البلد بتعمل ومجلس وزراء قال لك يا جماعه عايزين نعمل تقشف، مش قال كده؟ مش قالوا هنعمل تقشف شويه؟ طيب ماذا حدث لوزاره الدوله للاعلام ومدينه انتاج الاعلامي التقشف؟ يعني في مواطن النهارده لما يسمع الكلام ده، ده هو مرتبه حلته 2000 جنيه او 1800 جنيه بيقول زودوني 10% ويزيد 10%، لما يلاقي السيد الوزير يأخذ قرارا برفع بدل حضور الاجتماعات لمجلس الإدارة إلى 6000 جنيه بدل حضور ورفع مكافأة سيادته إلى 20,000 جنيه والراتب إلى 100,000 جنيه، لازم تقول كلمة هنا واضحة من غير ما تذكرها على الهواء. بمعنى إيه الكلمة؟ كلمة مش وحشة يعني، لا. كيف يحدث ذلك؟ ثلاث كلمات، كيف يحدث ذلك؟ أنا اللي بتكلم أهو.
بيحصل ده ازاي؟ وهل يحق اي حد يعمل مكافأة لنفسه ويزود راتبه ويلي 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 هو محدش بيحاسب؟ انا بتساءل. في جهاز مركزي محاسبات وفي جهات رقابية وفي جهات معنية، في ولا مفيش؟ وانا باجي ازود مرتبي كده وخلاص يلا، لما تكون عامل ارباح كتير وفلوس كتير وحاجات وكمان يبقى لها ضوابط ومش في ظل أزمة كورونا. حتى لو أنا عايز أزود لازم أستأذن يا جماعة الوضع كذا، فيقول زود أو ما تزودش. شوفوا المخالفات قد إيه، هي جرائم بالمناسبة. شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند، ماجيك لاند بالأمر مباشر، أمر مباشر. آه أمر مباشر بدون إعلان، مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 18 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات. مفيش حاجة اسمها حد هنا يقول لك ادي كذا وادي كذا. شراء فندق موبنبيك بحوالي 300 مليون جنيه، رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق، وقد أودع السيد النائب كان معانا الدكتور نادر مصطفى مستندات لأن هو اللي طلع قال لنا الكلام ده صح في مداخلتنا. مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركه، منها عقد اداره فندق وكازينو موفنبيك والقوائم الماليه للشركه العربيه الفندقيه، عقد مشروع تشغيل واداره واستغلال وتسليم الفندق ملحقاته وجدول صيانه العاب الماجيك ماجيك لاند، يثبت محاولات تشغيل المنطقه الترفيهيه ومحضر اجتماع مجلس اداره رقم 265 لسنه او 6/8/2016. وبناء بعد كل اللي انا قلته لحضراتكم، ماذا قالت اللجنه في تقريرها وهي تختتم هذا التقرير؟ ماذا قالت اللجنه؟ وبناء على ما تقدم، قررت اللجنه باغلبيه عدد اعضائها رفض ما ورد ببيان السيد الاستاذ وزير الدوله الاعلام بشان تنفيذ برنامج الحكومه جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن السيد الوزير وجهازه المعاون لم يحقق الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصل اللجنة بمساءلة المسؤول عنها. ينهر أبيض. الله 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 الله. هنا اللجنة بتقول إيه؟ بتقول انه رفض تمام كل بيان الوزير الدوله للاعلام، وان الوزير والجهاز المعاون ما حققوش، وبالتالي ما معناه ضمنيا يعني اقفلوا وزاره الاعلام خلاص، اذا ما حققوش يبقى بلاها وزاره الدوله للاعلام مش محتاجينها. وبصراحه مش محتاجينها، عندنا ثلاث هيئات شغالين وربنا يقدرهم. محتاج وزاره الدوله للاعلام تعمل لي ايه؟ تعمل ايه؟ خلاص ما هو تقرير لخص اخر اربع خمس سطور، اخر خمس سطور بيقولوا لك الحكايه ايه. ما حققوش لا هو ولا جهاز المعاون، يبقى خلاص بالسلامه، هي مرتباته وخلاص، ملايينه وخلاص، عربياته وخلاص، مكاتبه خلاص، المبنى ده اجروا له اي حاجه، خدوا له اي حاجه. وان هناك اخطاء ماليه، وقالت لك ايه اللجنه؟ المساءلة. واللجنة بترفع تقرير لمكتب المجلس، ترجو التفضل بالمفاقة على ما انتهت إليه من توصيات وعرضه على المجلس الموقر. هو ده الكلام. سيادة النائب تامر عبد القادر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، أولا مساء الخير، ولا بد من تحية كبيرة جدا على بيانكم، على من كتب البيان. نرجع تاني استاذ تامر، نرجع له تاني. يا استاذ تامر عبد القادر اين ذهبت؟ هنشوف استاذ تامر، سياده النائب تامر عبد القادر، نتحدث معه عن بيان لجنه الثقافه والاعلام عن وزاره الدوله للاعلام والسيد الوزير الاستاذ اسامه هيكل. يا استاذ تامر اولا مساء الخير، كل التحيه لكم وشكرا على ان انا كمان البيان محترم، وكمان عاجبني اللغة اللي مكتوب بيها البيان.
مساء الخير استاذ احمد، ومساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. عملت ايه عشان تصل لهذا البيان بهذه الطريقه؟ قمنا بادائنا الرقابي على اكمل وجه تجاه هذا الشعب، تجاه هذا الوطن. احيل الينا بيان وزير الدوله للاعلام من قبل رئيس المجلس لدراسه البيان وابداء راي اللجنه فيه. وهو الدور الرقابي المنوط باللجنه للابلاء برايها في هذا البيان. حضر السيد اسامه هيكل وزير الدوله للاعلام الى اللجنه ليناقش هذا البيان. واذ نفاجئ بعد اكثر من ساعتين او ساعتين ونص ان كل ما يذكره السيد اسامه هيكل وزير الدوله للاعلام في بيانه امام اللجنه ما هو الا رد على الارقام التي تخص مدينه الانتاج الاعلامي. وكان وزاره الدوله الاعلام انحصرت في ارقام تخص مدينه الانتاج الاعلامي محاولا تبرير كل المخالفات الماليه والاداريه الموجوده في مدينه الانتاج الاعلامي. محاولاته الكثيره خلال الاجتماع للخروج من هذه المخالفات امام اعضاء اللجنه ولتبرير هذه المخالفات الماليه الكثيره انسته انه امام لجنه اعلام البرلمان لمناقشه بيان الحكومه وليس للرد على اتهامات فقط الفساد المالي في مدينه الانتاج الاعلامي. لا حضرتك بتعني، لا حضرتك بتعني كلمه الفساد المالي في مدينه الانتاج الاعلامي. مخالفات ماليه في مدينه الانتاج الاعلامي كثيره ذكرت حضرتك بعضها في ملاحظات اللجنه وفي تقريرها. غلب الطابع الدفاعي للسيد اسامه هيكل في الاجتماع انه يرد فقط على هذه الارقام. ولماذا؟ كان بيقول ايه؟ كان كلها ردود غير مقنعة. وان هو الـ 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 الاسهم بتاعت الشركة كانت اقل من كده عندما هو تولى الشركة، وان هو سد ديون مدينة الانتاج الاعلامي وان هي كان عليها ديون كبيرة. طبعا كثير مما قاله السيد اسامة هيكل يخالف الواقع وفق المستندات التي احضرها الزميل الدكتور نادر مصطفى وارفقها ل تقرير اللجنه وتم تسليمها في الجلسه العامه. لكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان كان على السيد اسامه هيكل وزير الدوله الاعلام ان يقدم للجنه تقريرا واقعيا عن تحقيق اهداف الوزاره التي صدق عليها رئيس الوزراء في يناير 2020 والتي كان منوط بوزير الدوله الاعلام انه ينفذها خلال العام الذي انقضى. لكن للأسف ما فيش ولا هدف ولا جملة من الأهداف التي صدق عليها رئيس الوزراء نفذها وزير الدولة للإعلام بالفعل على أرض الواقع. لم يكن للوزير ولا للوزارة أي دور في حل مشاكل الإعلام بأي شكل. لما يذكر سيادة الوزير الديون الموجودة على المؤسسات الإعلامية ويطلع رؤساء الهيئات يطلعوا بيانات صح تخالف الارقام الهيئه الوطنيه للصحافه والاعلام الاثنين، طبعا مصر دوله اكبر من ان يحصل فيها هذا اللغط صح يكون سببه وزير غير مسؤول سياسيا. للاسف. يعني لما يقول انا كنت هعمل تدريب للمتحدثين الاعلاميين وده كان هدف من اهداف الوزاره. الا ان امكانيات الوزاره لم تتيح لي ذلك. يعني طب انت ما عملتش، انت بتقول هعمل وما عملتش. طب كنت تعمل ايه في السنه اللي فاتت؟ لما تقرير لجنه الخطه والموازنه بالمجلس يقول ان كل الملايين اللي صرفتها الوزاره دي صرفت على غير حق وما جاش من وراها اي فايده. لما يقول تصريح غير مسؤول، انا بعترف ان الاعلام الاثيوبي تفوق على الاعلام المصري في أزمة سد النهضة، دي كارثة. أما الوزير الدولة الإعلام بيعمل إيه؟ دوره إيه؟ لما يقول تصريح زي ده غير مسؤول، يعني لابد أن يحاسب عليه سياسيا. هل رد على
الفلوس اللي زودها يعني اجتماعات مجلس الإدارة ومرتب رئيس مجلس الإدارة والبدلات والحاجات دي؟ لا، ليس كان له أي ردود مقنعة أمام اللجنة بكل مخالفاته، سواء كانت في مدينة الإنتاج الإعلامي أو في الوزارة نفسها. ويعني كان أحد الزملاء قال له في نهاية كلمته، أنا أظن أن أنا بسمع بيان لوزير التجارة مش بيان لوزير الدولة الإعلامي. بيان كله رد على أرقام عشان تثبت فيها براءتك من شيء كله مدعم بمستندات موجودة. طيب أستاذ سامر، مسألة الجمع ما بين منصب الوزير ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، قال إيه؟ مخالفة دستورية وقانونية واضحة. ويعني المجلس طلبه بأنه النائب أشرف رشاد في الجلسة العامة طلبه بأنه هو يرد هذه المبالغ للدولة، لأن ده حق الدولة. أيوة. وهو يعني أنهي مبالغ اللي خدها من الإعلام ولا خدها من المدينة؟ أنهي فيهم؟ ده المفروض اللي خدها الأول من مدينة الإنتاج الإعلامي من 2015 منذ توليه عضو مجلس النواب في 2015، لأن ده جمع بين منصبين مخالف للقانون وللدستور، إلا أنه جمع بين المنصبين وهو على علم بذلك. وسبق في برلمان 2015-2020 تم مواجهته بهذا واعترف به، ولكنه لم يتراجع عنه بهذه المخالفة. لكنه لا، في مطالبة برد الأموال اللي خدها من 2015 لحد دلوقتي في المدينة. أنا بطالبه برد هذه المبالغ. وأيضا حصل في الجلسة العامة أنه تم مطالبته برد المبالغ التي حصرتوها؟ حصل عليها. حصرتوها؟ حصرتوا الأموال دي؟ لا، لم نحصر. بس ممكن هتبقى مبالغ أرقام كتيرة كبيرة. أرقام كبيرة، أكيد أرقام كبيرة طبعا. يعني أكمل لحضرتك. طبعا للأسف كل ما ذكره السيد أسامة هيكل في بيانه لم يرقى لمناقشة أي بند من بنوده في اللجنة. وتقريرنا كان مستند لواقع حقيقي. واقع مرير. ذكرنا فيه كل ما قاله السيد أسامة هيكل في اللجنة، وكل نقطة موجودة في البيان، وهو لم يحقق أي شيء فيها على أرض الواقع. السيد أسامة هيكل كان رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ويعلم أن في مشكلة في القمر الصناعي المصري، وان في تداخل على المدار الفضائي في النايل سات المصري، وده بسببه احنا بنشوف القنوات المعادية للدولة ولا نتمكن من ان احنا نستبعدها او نغلقها. كان عليه وهو اعلامي في الاساس ان يقوم بوضع خطة لتوعية المواطن البسيط في صعيد مصر وفي الريف، اهالينا في بحري وفي الصعيد اللي لحد النهاردة ما عندهمش الخبرة الكافية ان هم يقدروا يعرفوا القناة المعادية للدولة او الموالية. القناة اللي بتنشر شائعات ما يقدروش يفرقوا بين الشائعة وبين الحقيقة. وهنا كان على وزارة الدولة للإعلام على الاقل انها تقوم بحملة توعية لتعرفة المواطن البسيطة الفرق بين هذه القناة وذاك. حملة وهو بيقول لك ما عنديش فلوس. التدريب مش التوعية مش محتاجة فلوس، وبأقل الإمكانيات كان ممكن تتعمل. وقلت له في الاجتماع، انت قلت ان انت هتدرب متحدثين إعلاميين. في زمن الكورونا كل الدولة ما وقفتش، وكل الدولة كل قطاعات الدولة اشتغلت. كان بإمكانك من خلال الأونلاين ان انت تعمل تدريب حقيقي للمتحدثين الإعلاميين في الوزارات، وتبقى الوزارة على الأقل يعني حفظا لماء الوجه، وانت بتعرض قدامنا دلوقتي البيان يكون في اي حاجة اتعملت نقدر يعني. لا يا سيادة النائب، بتقولي ولا حاجة اتعملت في فترة تولي الوزارة؟ ولا شيء، ولا أي حاجة، ولا إنجاز، ولا أي حاجة. لا يعني لو بنشهد شهادة كده، مفيش ولا إنجاز اتعمل، ولا 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 نتيجة اتعملت. وإحنا يعني حقيقة أخذنا وقت في وضع هذا التقرير، لأن ما سبناش بند في بيان السيد وزير الدولة الإعلام ما درسناهوش بدقة وطبقناه على ارض الواقع حتى نجد اي شيء نحطه في البيان، بس نقول ان حصلت حاجه من ال 20 او من ال 30. ما لقيتش ولا اشاده. يعني انا مستغربه، ال 15 بند ما فهمش ولا بند فيه اشاده. لم نجد شيئا قامت به وزاره الدوله للاعلام
من رأيي، وحفاظا على الوطن وحفاظا على أموال الشعب المصري، لا داعي لوجود وزارة اسمها وزارة لا داعي نقفلها نلغيها. لا داعي لوجود وزارة الدولة للإعلام، ده إهدار للمال العام. صح. وده إساءة للدولة. صح. بعد كل التخبط الذي حدث، بعد إساءة الوزير لإعلام الدولة المصرية واللي استغلوا إعلام المعادي للدولة ضدنا بشكل فج، ده السيد أسامة هيكل صحفي زميل إعلامي فاهم وكان وزير قبل كده، إزاي يخرج منه تصريح زي ده؟ إزاي يعمل كده ضد إعلام دولته مهما كانت حتى لو هناك خلافات؟ إزاي؟ دي بلدك. فحضرتك بتقول يعني إنه لا حاجة لوجود وزارة الدولة للإعلام. لا حاجة لوجود وزارة الدولة للإعلام، أنا بعتبره إهدار للمال العام. وإن الهيئات الثلاثة حصنهم الدستور. صح. بصلاحيات وقايمين بشغلهم بصراحة، وكل هيئة لها قانون مستقل بيها، لها صلاحيات مستقلة. فلا داعي لوجود أي وزارة فوق الثلاث هيئات، لأن الثلاث هيئات مستقلة، ما فيش لها تقدر الوزارة تفرض عليهم شيء ولا تناقشهم في شيء، الهيئات مستقلة. أصلا الحبال متقطعة، في صداع، في تصادم. والدليل كان واضح، تصادم مش مرة، ده أكثر من مرة. ويعني أنا أرى أن هذا التصادم مش لصالح الدولة المصرية بأي حال من الأحوال، دولة بحجم مصر. معنى رفضكم للبيان جملة وتفصيلا زي ما قلتوا، ماذا يعني هذا الكلام برلمانيا؟ برلمانيا احنا بنرفض البيان جملة وتفصيلا. يعني احنا دورنا لما تحلنا هذا البيان لابد ان نقول رأينا فيه بكل حيادية وبكل دقة. عندما درسنا البيان، ودي بتبقى حالات فريدة من نوعها لم نواجهها كثيرا، لم نجد ما نستند اليه ولا نقطة واحدة، فبنرفض البيان، يعني بنرفض الوزير، يعني بنرفض الوزارة. بنرفض الوزير وبنرفض الوزارة. بالظبط. ده كلام نهائي. اكيد. بشكرك سيادة النائب تامر عبد القادر، بشكرك شكرا جزيلا، كل التحية لكم جميعا.